بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله سنشرح لكم برنامج الآيموفي، وهو البرنامج باللون البنفسجي كما ترون. برنامج جدا جميل في عمل مقاطع الفيديو أو عمل الأفلام أو دمج الصور فيما بعضها البعض، وإضافة أصوات للصورة وتأثيرات وغيرها. نفتح البرنامج. طبعا بداية راح يطلع لنا الصفحة هذه هي المشاريع الخاصة فيني أنا اللي أنا سويتها، مثل ما أنتم شايفين أنا مسوية كذا فيلم. طيب أبي أنشأ فيلم، أضغط على علامة الزائد اللي فوق، أضغط على فيلم، نختار هني الأشكال اللي نبيهم. طبعا أفضل شيء إن أخليه بسيط ونطق إلى على أنشاء. طبعا هذه الأداة اللي عليها علامة استفهام تعلمنا هني لعرض الفيديو وصور موسيقى، وهني رجوع المشاريع، وهني إظهار وإخفاء الموجات الصوتية، بعدين هني لأداة التراجع وتغيير النوع، تشغيل موسيقى العرض أو إضافة التلاشي، تسجيل الصوت، تسجيل الفيديو، وهنا لمعرفة المزيد. هذه أداة الاستفهام تعلمنا. إذا أبي أبدي أسوي مشروع، أضغط على الأداة اللي فوق مالت عرض الفيديو أو الصور أو الموسيقى، مثل ما تشايفين تحت فيديو صور صوتي. الصوتي يعني مثلا عندي أنا صوت حافظته أو صوت أنا مسجلته، أو أنا صوت ببرنامج الآيموفي نفسه، مثل صوت جرس حاطين لنا مثل ما أنتم شايفين مني، تصفيق جرس الباب وغيرها. هني الصور اللي خاصة فيني، وهني الفيديو، وأقدر بعد أخذ من الفيديو بس الصوت. هذه خاصية جدا حلوة بالبرنامج نفسه. طبعا أكون محملة الفيديو عن طريق برامج تحميل الفيديو، مثلا عندي أنا حملت الفيديو هذا من اليوتيوب هني عشان أشغله أجربه قبل لا أضيفه، من ثم الأداة تساهم لتحت أني أستورد الفيديو. مثل ما أنتم شايفين الفيديو عبارة عن مجموعة من الصور. طيب أنا الحين مثلا أبي بس الصوت ما أبي الفيديو، فأضغط على أداة فصل، لاحظ باللون الأزرق، نضغط على أداة خلفية تحول لنا إلى اللون الأخضر، ومن ثم نضغط على الفيديو نفسه ونضغط حذف، فشوفوا طالع لنا بس الصوت. طيب أنا أبي أركب على الصوت مجموعة صور، مثلا نضغط نفس الأداة بس نروح عند الصور، نختار مثلا الخلفية هذه، أبي أضيف صورة ثانية مثلا نفس الطريقة، أبي أضيف صورة ثالثة وهكذا. طيب أبي صورة تبدي مثلا من فوق إلى تحت، طبعا هني تحريك الشاشة نفسها، بس لازم أول شيء نكون محددين الصورة. نروح عند الصورة الثانية كذلك نفس الشيء غيرها. طيب أبي الانتقال، أبي مثلا المسح، الانتقال بين الشرائح نفس بالضبط الباوربوينت، لاحظوا معي الانتقال. في طبعا العديد من في شريحة وفي تلاشي وفي نوع وفي لا شيء وغيرها من الأشياء في البرنامج. طيب أبي أكتب على الصورة مثلا، من هنا الأداة اللي على حرف التي، طبعا وشي نضغط على الصورة، نختار أول شيء شلون أبي النص يطلع، أبي كذي على طريقة التركيز، في طبعا هنا العديد من الأشكال، ومن ثم نكتب النص نفسه. طيب الحين مثلا شوف مثل ما أنتم شايفين، طبعا راح نكون كاتبين النص بس لأن على سبيل المثال. طيب أبي الحين الصوت، أبي مثلا عالي أو واطي وهكذا. طيب أبي مثلا الصوت بطيء، أبي أتحكم فيه، أبي يكون سريع، أو شي خلينا نشوف البطيء. لاحظوا معي صار بطيء. طيب أبي يكون سريع حيل، أبي
طيب هنا التحكم بالصوت. طيب أبي أضيف صوت ثاني مثلا معه، نضغط على صوتي مثلا أبي صورة، أبي قصدي صوت منبه مثلا، نشغله نجربه، عجبنا طيب يلا نقول له استيراد. فلاحظوا معي الصوتين يشتغلون مع بعض، أقدر أتحكم إذا أبي الصوت هذا يكون أعلى من المنبه أو المنبه أعلى من الصوت عن طريق الأداة مثل ما شفنا قبل شوي. أبي الصوت مثلا هذا 31% وأبي صوت المنبه أعلى منه. فلاحظوا مثل ما شفنا صوت المنبه طغى على صوت الصوت المشودة. طيب أنا مثلا أبي ما بصور، أبي فيديو، أبي فيديو أركب على الصوت هذا صوت المشودة. طبعا هني أقدر أحذف الصورة هذه، وأقدر أحذف المنبه، أنحذف ما طبعا، نحط استيراد فيديو مثلا، أبي هذا الفيديو اسمعوا معي. أنا شاعر فاضل خلق، ولدت في عام 1900. طيب هذا الفيديو حب استيراد. طبعا راح يكون الفيديو مثل ما انتم شايفين أداة من هنا، أداة كتم، فراح يشتغل على صوت الأنشودة. طيب نرجع الصوت مثل ما كان أفضل على علامة الساعة، خليه يعني متوسط أو مثلا من هنا أفضل. إذن نحن الآن أنشأنا فيديو وصورة، عفوا فيديو ومقطع صوتي غير الفيديو. طيب أبي الحين على سبيل المثال أبي ما بالفيديو هذا، أبي فيديو آخر، أقعد أحذف. أو مثلا أبي أسوي فصل بين الفيديو، مثلا أبي أحذف الجزء اللي بالنص، نضغط على تقسيم ونحط طبعا المؤشر لازم تقسيم، أبي أحذف هذا مو عاجبني مثلا، أضغط حذف. فنلاحظ هنا راح يشتغل ما راح يشتغل الجزء اللي بالنص. تمام، أقدر طبعا أكتب على نفس ما سوينا قبل شوي بالصور، وطبعا نختار مثلا أبي هكذا على طريقة الجاذبية غيرها. هنا أقدر أتحكم بصوت الفيديو، صورة الفيديو أو الصور. طبعا اللي أطبقها على الفيديو هي نفسها أطبقها على الصور، لكن اختلاف بسيط إن الصور ما أقدر أسوي لها تقسيم أو فصل، بينما الفيديو أقدر أسوي له خاصية الفصل. فنحن انتهينا مثلا من هنا. طيب أبي مثلا أبي أفصل هذا مرة ثانية، تقسيم أبي أقسمه عفوا. طيب أبي أكرر الجزء هذا، فأضغط عليه وأحط تكرار، لاحظ تكرر عندنا المقطع. وأقدر بعد أكرر الشيء هذا والشيء هذا على حسب إرادتي. طبعا إحنا انتهينا من عمل الفيلم على سبيل المثال. كيف أبي أحفظه؟ نحفظه عن طريق الرجوع إلى السهم فوق، هنا نحفظ الفيديو. أقدر أحفظه طبعا هني نحفظ بالبرنامج الآيموفي. طيب أبي أحفظه بالمعرض في الآيباد، نضغط على الأداة اللي بالنص، نحفظه هني حفظ الفيديو. هني يقول لك تبي متوسط كبير دقة عالية، جارن تصدير الفيلم الآن. فبعد ما يصدر الفيلم راح نلاحظه موجود بالمعرض، تم تصدير الفيلم. طيب أقدر أعدل طبعا عليه من حيث الأداة هذه، أبي أجري تعديلات عليه. خلصت التعديلات أحفظه، وأقدر أحذفه من البرنامج نفسه مع
عن طريق أداة حذف، حذف المشروع، لاحظ انحذف. طبعا هذا فيلم قديم أنا مسويته اللي مساع انحذف. نروح للاستديو نشوف، حنلاحظ فيلم تبعنا لاحظوا هني تغيرت كل الصور، وهني انضاف العنوان. هذا ما كان بشأن الاي موفي. أتمنى أنكم قد استفدتم من البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.